السلام عليكم الإخوة والأخوات، أتمنى أن نراه الصوت يوصلكم جيدا. وعليكم السلام الأخ يوسف. الإخوة اللي في اليوتيوب أعتذر، كنت بديت في الحراك، كنت بديت في البث المباشر، لكن للأسف الشديد حصل فيه خلل. سلام الأخ نسيم، الأخ بالخير، الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك الياس، أخ سمير، أخ نسيم، ربي يبارك فيك الأخ سمير. صحيت الأخ محمد، أخ علي. إذن الإخوة والأخوات، ننطلق إن شاء الله في هذا البث اللي عنونته بالحراك في الجزائر بين الماضي والحاضر والمستقبل. علاش أنا نتحدث على الماضي؟ لا شك هو أنه رقم شفته بعض التصريحات وبعض التغطيات على بعض القنوات الفضائية، وحبوا يجعلوا من منطقة أنها هي مهد الحراك، مع أن الحراك كان انطلق في ولايات واحدة أخرى، بالإضافة إلى أن الشعارات الموجودة سواء في العاصمة أو في ولايات واحدة أخرى ما زال هذه الشعارات تحمل خلفيات سياسية، وهذه الخلفيات السياسية هي تمتد إلى صراع قديم اللي كان انطلق قبل بداية تاع ثورة التحرير. وأيضا في المقابل راكم تسمعوا مرة على مرة في تصريحات على قنوات فضائية أو في مواقع أو على صحف وفي وسائل الإعلام مختلفة، هي أنه هذا الناس يشكوا في بعض الشخصيات السياسية، ومن بين هذه الشخصيات العسكرية أيضا هواري بومدين رحمه الله، ومنهم اللي يقول من أنه خائن وما شاركش في الثورة وما كلمش حتى قرطاس، بالإضافة إلى أنه سرقوا لهم الثورة وأرادوا أن يجعلوا من هذا الأخضر بورقعة زعيم للحراك. وفي المقابل مرة على مرة يخرجوا بعض الشباب يصنعوا منهم هكذا بهرجة إعلامية في بعض القنوات ولا في بعض الإذاعات، وحابين يسحبوا البساط تاع هذا الحراك ويوجهوه إلى أشخاص معينين، حابين يجعلوا منهم زعماء. هذا الناس اللي هما يحاربوا في الزعامة، حاربوا في الزعامة نتاع هواري بومدين ونتاع بن بلة وإلى غير ذلك. هذا الناس اللي هما يتحدثوا على العمل الجماعي في وقت سابق ويتهموا الناس، حابين هما الآن يجعلوه في بعض الأشخاص اللي يمشيوا في الخط نتاعهم، وحابين يوجهوا الحراك وحابين يسيطروا على الحراك بمكر وبخداع، وحابين يوجهوا الحراك نحو الوجهات نتاعهم، بالإضافة إلى إقصاء ناس، تشويه ناس. واحد كان سبقهم يعني بسنوات في مواضيع مختلفة يجيوا يجعلوا منه أنه راهو شيات وأنه راهو يخدم مع النظام بالكذب وبالتبلعيط، في المقابل يشوهوا في أشخاص آخرين لحقوا لهم حتى للعائلات نتاعهم. إذن احنا من حقنا الآن، لأن هذه الجزائر ما كان حتى واحد راه مكتوب باسمه، والله الحراك هذا راه مكتوب باسم أناس معينين، الناس خرجت في البداية لا أحد يستطيع هو أنه يقول باللي الشخص الفلاني هو اللي دعا ل 22 فيفري، أو الشخص الفلاني هو أول من خرج في العاصمة ومن بعد لحقوه الناس، قال في الحراش، قال في بوزرعة، قال في باب الواد، غير كذا. ما كان حتى واحد اللي هو يجي يجعل روحه قائد، أو واحد يجي يجعل من نفسه هو ناطق باسم الحراك. رانا نعرفوا هذه الناس تحرك فيهم بعض القنوات الفضائية
وتحرك فيهم بعض الدوائر، وبالتالي حابين هما يوجهوا الحراك كل واحد كيف راه هو يمشي فيه على حسب الرغبات نتاعو. علاش انا نتحدث اليوم؟ نتحدث اولا عن المحطه التاريخيه، لانه كاين بعض الشباب للاسف الشديد، وانا هذا هو الشيء اللي راهو خلاني انا على جال باش نتحدث في هذه المساله. شباب للاسف الشديد لا راهم طالع كتب ولا فاهم تاريخ ولا عاش هذه الازمات اللي عشناها، من بين هذه الازمه نتاع التسعينيات، ويجيو هما يكلحوا فيه. هذا الانسان اللي هو انا نقولها بالتعبير تاعي، وعارف باللي هذا التعبير راهو يمس بعض الناس، هذا الانسان اللي هو مزطول ذهنيا، مزطول، هذا اللي هو يجعل من رويبضة رويبضة لا يستطيع الاتيان بعبارة، لا يستطيع كتابة مقال، لا يستطيع القيام بتحليل، لا يستطيع فهم الأحداث، يجعل منه زعيم من الحراك. واحد دار شعار يقلبه منه زعيم، والشخص اللي كان هو قائد الأركان نتاع التحرير اللي هو جاء على متن يخت ودخل بالسلاح للجزائر، وكان في سنة 52 في الجامع نتاع الأزهر، وين أنه التقى بالشخصيات اللي هي مصاروا فيما بعد هما زعماء تاع الثورة، ومن بينهم أحمد بن بلة وأيت أحمد ومحمد خيضر وإلى غير ذلك من الشخصيات. هذا الشخص اللي كان يعمل مع العربي بن مهيدي، وكان يعمل مع بوصوف، وكان قائد نتاع الناحية الغربية. هذا الشخص اللي فيما بعد صار قائد نتاع الأركان، ما نصبش نفسه على الناس، هما اللي اختاروه، اختاروه في اجتماع حضروا عقداء وحضروه قادة نتاع الولايات وحضروه هذ الناس اللي هما كانوا قيادات في هذه الثورة. هذا الشخص اللي هو كان ضد الاتفاقيات نتاع إيفيان، يجيو ناس الآن يحملوا هذه المسؤولية نتاع التجارب النووية، وين أنه هذه التجارب النووية منصوص عليها في الاتفاقيات نتاع إيفيان. لا قراو الاتفاقية تاع إيفيان ولا قراو المؤتمر تاع طرابلس، وحافظين كلمة مؤتمر تاع السومام عبان رمضان كريم بالقاسم، وحافظين أسماء، يا ليتهم درسوا المؤتمر تاع القاهرة والمقررات نتاعو، يا ليتهم عارفوا الأسماء اللي كانت موجودة في الهيئة التنفيذية هذيك في المجلس الوطني تاع الثورة، يا ليتهم درسوا المقررات نتاع المؤتمر تاع طرابلس والمؤتمر حتى نتاع الصومام، يا ليتهم درسوا المقررات نتاعو، ويا ليتهم كانوا موضوعيين. قال راهو هذا هو ريبوميديان أخطأ، هذا راه مش نبي، ماهوش ملك، ماهوش رسول، راهو بشر يصيب ويخطئ. قال والله هذا بومدين راهو أنقذ الجزائر من مخلب، وقال راهو أخطأ، قال ربما راه فيه أنانية، قال بلك لا ربما راه ما كانش عنده كذا وكذا، وكل موضوع يبر. قال هاي السلبيات نتاعو، قال هاي الإيجابيات. لا، هذا الإنسان اللي هو يروح يطعن في واحد تحت القبر قائد أركان نتاع جيش التحرير اللي كانت الآلاف المؤلفة من المجاهدين نتاع جيش التحرير كانوا معاه. الناس إذا كان أنت ما عرفتوش أنت في المنطقة نتاعك، راهو كان في المنطقة الغربية، وكاين الناس اللي راهم كانوا موجودين معاه وقادوا عمليات وكانوا موجودين معاه. يجي واحد يقول لك ما كلمش قرطاس وقاعد يأكل في اللوبيا في باري حراق، فهمت؟ ويجي يجعل منه زعيم، زعيم للحراك. يا ليته كان في العاصمة، يا ليته دخل السجن في الجزائر، يا ليته كان من المشاركين ومن المضطهدين ومن السياسيين في الجزائر، وقال الله غالب راهم اضطهدوه وراهم تابعوه وراهم ضايقوه وراهو خرج. ولا واحد يعرفه في الجزائر ولا عنده يوم تاع نضال في الجزائر، ويجيو يجعلوا منه رمز للحراك، حتى صار يستشار،
صاحب الرأس الفارغ البيدق الذي تحرك فيه جهات لتصفية حسابات مع جهات معينة. هذا الناس يحرفوا في هذا التاريخ ونحن أحياء. من كان منكم يتحدث على النظام؟ من كان منكم يتحدث على الدولة العميقة؟ من كان منكم يتحدث على التعذيب وماذا فعلته الأجهزة نتاع المخابرات؟ لماذا خرج الناس ينادون ويصرخون في هذا الحراك وقال كفى من هذه الدولة البوليسية، كفى من هذا النظام الفاسد، كفى من السرقة، كفى من الكذب، كفى من الصراعات، نريد جزائر جديدة، نريد جزائر الجميع، نريد جزائر اللي هي تنهض بالإنسان، تنهض بالفرد، تنهض بالمجتمع، تنهض بالاقتصاد، تنهض بالثقافة، تنهض بالأدب، تنهض بالرياضة، تنهض بكل القطاعات. نريد حراك ثقافي، حراك سياسي، حراك أخلاقي، نريد حراك يعني في كل النواحي. خرجت الناس تصرخ من الألم، تصرخ من الظلم، تصرخ من الحقرة، تصرخ من التهميش. خرجت الناس، يجيوا ناس يتهموا في قيادات، لم يسلم عبد الحميد بن باديس، ولم يسلم الشيخ البشير الإبراهيمي، ولم يسلم عبد اسمه الأمير عبد القادر، ولم يسلم مصالي الحاج، ولم يسلم قيادات كثيرة، لم يسلموا من هذا التحريف ومن هذا التزوير، وأرادوا أن يجعلوا من محطة هي التاريخ. أرادوا على جد باش هما يصنعوا تاريخ، وهاكم تشوفوا فيهم الآن كيف يحرفون التاريخ وكيف يصنعون تاريخ على حسب نتاعهم. هاكم تشوفوا هذا الإنسان هذا اللي راهو يقول لك هو زايد قبل آدم، هذا واش انت واش تهضر معاه؟ انت واش تهضر معاه؟ حبوا على جال باش هما يديو للجزائر للمنحة اللي حابين عليه، وبالتالي لابد هو انه الشباب الجزائري يعرفوا بعض الاشياء، ومن بينها هو ريبو مدين، بحكم هو انه نتحدث اليوم على محطة تاريخية، لانه هاد الناس اللي راهم درك هما خرجوا في هذا الحراك تاع 22 فيفري. هذا الحراك تاع 22 فيفري بغض النظر على التاريخ، شكون هو اللي صنع هذا التاريخ؟ يعني شكون هو اللي حده؟ ولماذا؟ شكون هي هذه الجهة؟ واش هي المطالب؟ شكون هما هاد الناس؟ عدد نتاعهم قداه؟ قاعدين فقط يتحدثوا على الشعب، شعب كلمة عامة. هذا التاريخ نتاع 22 فيفري، وهذه الفئات اللي خرجت في هذا التاريخ. هذا التاريخ هو لم ينطلق من ذاته، وإنما كاين قدامه تواريخ، راه كاين 21 وكاين 20 وكاين 19 و 18 و 17 و 16 و 15 وإلى غير ذلك، كاين تواريخ قبل هذا التاريخ. إذا كان تحدثنا بهذا المنطلق نتاع جهة معينة هي اللي بدات هذا الحراك، كلكم يذكر الحراك نتاع الأساتذة، كلكم يذكر الحراك نتاع المشطوبين ونتاع هذوك المتقاعدين، كلكم يذكر الحراك نتاع الأطباء، وإذا كان تحدثنا بهذا المنطلق كلكم يذكر الأحداث نتاع 2001. إذا تحدثنا بهذا المنطق كلكم يذكر ماذا حدث في التسعينات، ماذا حدث في 88. إذا كان تحدثنا على 88 نتحدث أيضا على 86 في سطيف وقسنطينة وإلى غير ذلك. والتاريخ راه سلسلة وكان هناك محطات مترابطة. بالتالي احنا ذوك الآن لا شك هو أنه هذا الناس اللي راهم درك هما صنعوا التاريخ، صنعوه بحيث أنه أخرجوا أكبر قوة في تلك الفترة في العالم. هذا الناس اللي هما تخلصوا من الأنانية نتاعهم وتخلصوا من الحب تاع الذات، وهذا الناس اللي هما قاموا بعمل جماعي وبداو هما يعملوا من أجل على جال باش ينهضوا بالجزائر. التقاو بعد ما كانت هناك صراعات تحدثت قبل الثورة، وهذه الصراعات وهذه المنطقة نتاع عربي وقبائلي حدث قبل الثورة. يكفي هو أن نذكر
بالحزب نتاع القبائل الذي أريد إنشاؤه. هذا الصراع راهو قديم، دوك الناس راهم يجيو يتحدثوك على هذه نتاع الرايه الامازيغيه، صراع قديم، وهذا الصراع لا زال يتجدد الى اليوم، وناس حابه تتحكم في الحراك. ونحن نريد هو انه يكون حراك شعبي، نريد هو انه الجزائر نتاع الجميع، ماشي نتاع تروح مجموعه تجي مجموعه واحده اخرى. وهذه العقليه نتاع قال هذو جماعه نتاع تلمسان والله جماعه وجده وجماعه نتاع تيزي وزو، مازال هذا المنطق مازال ماشي الى اليوم. راهو ربما تغيرت الاقنعه، تغيرت الوسائل، ولكن مازالوا كاينه اذاعه من الاذاعات تجيب في ناس معينين وعندها خط معين، راهو واضح. قناه من القنوات نفس الشيء، الاصوات الاخرى مقموعه. اذا هذا الناس هذو راهو حدث فيه صراع، هذا الصراع مازال يتجدد الى اليوم. لما هاد الناس انطلقوا بالثورة، هواري بومدين كان طالب جامعي. اولا هواري بومدين وهو طفل صغير، كان طفل، كان شارك في المظاهرات نتاع 1945 في الاحداث هذيك تاع ماي في قالما، وكان من بين المجاريح. وبطبيعة الحال راهم اهل قالما ما زالهم حيين، كاين بعض الناس اللي راهم كانوا معاه، ومن بين هذه الشخصيات اللي راه مازالوا حي الى اليوم محمد الصالح شيروف، راهو كان في وقت من الاوقات كان في التعليم ومازالوا حي وتقدروا تسالوه. راه واحد من الناس اللي سافروا معاه وراحوا للقاهره مشيين على الاقدام، ودخل هو ثم وسجلوا وتسجل في الازهر، ومن بعد كانت الجمعية نتاع العلماء موجودة ثم، كان على رأسها البشير الإبراهيمي والتقى به ثم، ومن بعد ثم اللي تعرف عليه أحمد بن بلة. قبل ما هما تبدأ تنطلق الثورة، هو هذا واسمه أحمد بن بلة تصل به وقعد معاه يعني مدة، وهو يحدث فيه راح ليه للأزهر وقعد شافه، حوسوا على جال باش يجيبوا مجموعة من الطلبة وكذا وباش يشاركوا في الثورة، وتحدث معاه على جال باش يقنعوا باش يشارك. ومن بعد داروا تدريبات ثم ودخلوا باليخت هذاك. اليخت هذاك وش من شهر اللي دخل فيه؟ دخل في 55. الثورة وقتاش انطلقت؟ انطلقت في نوفمبر 54، واليخت هذاك دخل في حوالي فيفري ولا مارس، شحال من شهر بين نوفمبر والانطلاق نتاع اليخت هذاك، شحال من شهر. بالإضافة إلى أنه راه قام بتدريبات، بمعنى أنه راه كان من الأوائل اللي كانوا يحضروا للثورة. جا دخل مع من كان؟ كان مع العربي بن مهيدي. مشي تقولوا العربي بن مهيدي أيقونة نتاع الثورة؟ إذا كان العربي بن مهيدي أيقونة نتاع الثورة، يا هل ترى العربي بن مهيدي ما يعرفش هواري بومدين؟ هو معاه، كيفاش عرف هو هواري بومدين؟ كيفاش عرف هو بوصوف؟ عرفهم لأنه هذا العربي بن مهيدي وهذا بوصوف هما كانوا يعرفوا بن بلة، كانوا يعرفوهم من قبل. صحيح هو هواري بومدين ربما ما يعرفش العربي بن مهيدي أو ما يعرفش بوصوف، ولكن هذه المناسبة نتاع هذا اليخت هذا لما دخل هو عن طريق المغرب ودخل عن طريق الغرب الجزائري تعرف عليهم ثم. وفيما بعد لما داروا هذاك المؤتمر نتاع الصمام وداروا هذيك الهيئة التنفيذية، العربي بن مهدي راح حكم المكان نتاعو بوصوف. فيما بعد لما عاود طلع بوصوف، بومدين كان هو القائد نتاع الأركان في الجهة الغربية، قال لك الناس يلا اطلع اطلع شغل، حط روحه هو ثم قائد نتاع الاركان. كان ثم كان عندهم اسلحه سلاح، كانوا يقوموا بعمليات. وعلاش اصلا هو راهو موجود في المنطقه الغربيه، علاش هما عيطولو باش يروح يحضر هو ويعشي هو قائد الاركان؟ علاش عيطولو؟ عيطولو لانه كانوا هما متصارعين مع بعضهم وما قدروش ينظموا الصفوف نتاع المجاهدين، وما قدروش يدخلوا السلاح. وفيما بعد عيطولو صار هو
القائد نتاع الأركان. فيما بعد هاد الناس في الاتفاقيات نتاع إيفيون روحوا طالعوها، ثم للأسف الشديد الناس ما تقراش، الناس ما تطالعش، والناس تحكم في هذه الاتفاقيات نتاع إيفيون. منعوا على جال هذا القادة باش يدخلوا للجزائر، تفاهموا مع فرنسا وداروا شبه حكومة مؤقتة اللي هي تسهر على هذاك الاستفتاء اللي كان ملغم. الاستفتاء كان ملغم، كانوا دايرين في الاستفتاء تقبل على جال باش تستقل الجزائر بالتعاون مع فرنسا، موجودة في الاستفتاء في الاتفاقية نتاع إيفيون. الناس راهم دوكا في 2020 يقول لك ديروا علاش ما تقولوش فرنسا والجرائم وبلا بلا بلا في الاتفاقيات نتاع إيفيون. لو كان الجزائر تروح للمحكمة الدولية يجبدوا لها الاتفاقية نتاع إيفيون اللي راهم موقعين عليها، وعلى هذاك الأساس اللي هم داروا توقيف نتاع القتال في هذيك الاتفاقية نتاع إيفيون. هذا سموها الأحداث، وكاين أشياء كثيرة في الاتفاقية تاع إيفيون، من بينها التجارب النووية، من بينها استعمال المرصد الكبير في وهران، من بينها استعمال بعض المطارات، من بينها عنابة وبشار، وإلى غير ذلك من المسائل الموجودة في هذا الاتفاقية تاع إيفيون. ويجيوا ناس لا عرف تاريخ ولا فهم الأحداث، ويجي يجعل لك من روي بيضاء، ويجعل لك من زنادقة، ومن ناس اللي هما ولا كان واحد يعرفهم قبل هذا الحراك، القنوات الفضائية اللي هي تظهر فيهم وتمنع في الأصوات الأخرى، لأنه هذيك الأصوات ما تخدمش التوجه نتاعهم، هذيك الأصوات ما يقدرش يمانيبيليوها. يجيبوا في ناس، شوفوهم في القنوات الفضائية شكون راهم يجيبوا، شوفوهم في الحوارات، شوفوهم في الملتقيات، شوفوهم في هذيك القعدات هذيك شكون راهم يجيبوا في المقابل. بلاك من هذاك، هذاك راهو يخدم مع المخابرات، بلاك هذاك راهو خائن، بلاك هذاك راه كذا، من اجل على جلب باش يوجهوكم ايها الشباب. ما لازمش يحشيوها لكم. الجزائر صارت فيها محن كبيره وصارت فيها احداث كبيره، وهذا الناس اللي درك راهم خرجوا على جلب باش يوضعوا حد لهذه الاخطاء، خرجوا على جلب باش يوضعوا حد لهذا الفساد اللي راهو ضرب الاطناب نتاعو في كل الامكنه. واليوم الجزائريين، حدث الذي حدث، نريد هو أن نذهب إلى جزائر جديدة اللي لا إقصاء فيها ولا تهميش. أخويا أنت راك حبيت غدوة دوك أنت تساهم في الجزائر، مرحبا بك، تساهم أنت في الجزائر هذه الجديدة، سواء بالأفكار تاعك أو بالعلم اللي راك أنت تحمله أو بالمشروع اللي راك تمتلكه، ومرحبا بك. بصح باش تجي أنت تمانيبولي الناس بصورة مفبركة أو بفيديو مفبرك أو بمعلومات تسرب من هنا وهناك من أجل تصفية نتاع الحسابات مع جهات، أو من أجل دفعها على جال باش تدفع أموال نتيجة نتاع الابتزاز هذاك، هذه ما تمشيش إن شاء الله مع هذا الجيل الجديد. وعلى الشباب هو أن يتفطنوا لمثل هذه المسائل. اليوم حبيت فقط هو أنه أكتفي بهذه المسألة التاريخية حتى باش الإخوة والأخوات تعرفوا من أنه هذا الحراك هذا هو لم ينطلق من ذاته، وإنما كان هناك تراكمات، وهذه التراكمات مثل ما راها حدثت الثورة نتاع التحرير في 1954، حدث هذا الحراك ثورة نتاع 54، كانت هناك مقاومات شعبية، ثورة نتاع الزعاتشة، ثورة نتاع الشيخ الحداد، ثورة نتاع ثورات مختلفة تاع بوعمامة، كانت هناك ثورات شعبية. ولكن نهار الجزائريين والجزائريات صار عندهم هذا الفكر الوطني وحبوهما على جال باش هما يتخلصوا من هذا الاحتلال، وعموا هذيك الثورة على المختلف نتاع المناطق نتاع الوطن، فيما بعد قدروا هما يفرضوا واقع وقدرنا هو أن نخرجوا الاحتلال العسكري. هذا الحراك نفس الشيء، كانت هناك حركات في ولايات مختلفة، لعلكم تذكرون الإخوة في ورقلة نتاع البطالين، لعلكم تذكرون
هذو المجموعه نتاع المشطوبين، الاساتذه، الى غير ذلك نتاع الحرس البلدي هذوك. وبالتالي هذا الحراك راهو جا هو تحصيل الحاصل، لا سيما هو انه جا في وضع بحيث هو انه هذا بوتفليقة صار مقعد على كرسي، وصاروا ناس ما على بالهمش شكون اللي راه يقرر. وفيما بعد صارت بعض الاحداث في الجزائر، لعلكم تذكرون القضيه هذيك نتاع المجلس الشعبي الوطني، وين انه هذاك بوحجه خرجوه وغلقوا هذاك المجلس الشعبي الوطني، لعلكم تذكرون كيف ازيح بالخادم وجابوا عمار سعداني، وفيما بعد ازيح عمار سعداني وجابوا هذاك راح لي الاسم نتاعو هذاك ولد عباس، الى غير ذلك من المسائل. وين انه الشعب الجزائري خلاص، والنقطة التي أفاضت الكأس هي هذاك التجمع اللي داروه في القاعة البيضاوية، لعلكم تذكرون الناس اللي راكم تعرفوني والناس اللي كنتوا من المتابعين في ذاك النهار. وش قلنا؟ أنا درت برنامج في ذاك في النهار هذاك يوم 10 فيفري، وسميته أنا كنت تكلمت الإخوة، لربما راه بعض الناس اللي كانوا يتابعوا في ذاك النهار تسجيل نحيته، وانا قلت فيه كلام كبير البوتفليقة، لا سيما هو انه انا رحت للقنصلية في تولوز في تلك المرحلة ورفضوا على جال باش هم يعطوني الجواز تاع السفر. قلت كلام كبير للناس اللي تبعوني راهم على بالهم. فيما بعد درت برنامج ملطف شوية سميته انا العبودية في الجزائر، وتحدث هذوك على الشياتين هذوك، وتحدثنا على الجماعة هذو نتاع الكسكروت. من بعد فيما بعد الناس تردد حتى في المصطلحات، وجاوا حطوا رواحهم يروحوا واحد يدير لك فيها فوطو، وصاروا أبطال وصاروا زعماء وصاروا كذا. سنوات والناس تتحدث، ولا واحد كان يتحدث في هذيك المأساة، بل كان اللي يتحدث عليها يقولوا هذا راهو إنسان يشرف الفتنة. واش تحدثنا هنا، المواضيع اللي تحدثنا عليها كلها فيما بعد الوعي هذا لم يأتي هكذا، ولنا الداعي من انه احنا اللي رانا نشرنا الوعي، ولكن كنا السباقين في كثير من المواضيع وتحدثنا على كثير من القضايا. لكن ما يجيش انا واحد الان ذركا في 2020 حابين يصنعوا زعامات هكذاك، وحابين غير لو كان جاوا راهم ناس موضوعيين. كيفاش انت هذا قائد اركان تاع جيش التحرير كان يقود في فيالق نتاع جيش اللي هي هزة سلاح وكانت تدير في عمليات، وتجي نتايا تخون وتقول هذا خائن وهذا ما كلمش قرطاس؟ انت واش درت؟ تاكليت اللوبيا والضراط، واش درت نتايا؟ وتحط روحك زعيم، زعيم كبير تستاجر فيه الناس سي محمد، وبو مدين راهو كذا وكذا وكذا. الأقل كون موضوعي، قال ودي هذه مراحل راها مرت بها الجزائر، وقعت أخطاء لا شك في ذلك، لأن الدولة لم تكن قائمة، المؤسسات لم تكن قائمة، لا مدرسة ولا ثانوية ولا جامعة ولا مصنع والو، ما كان حتى حاجة. ناس مجموعة من الشباب كانوا ناضلوا في حزب الشعب، وكان منهم اللي هو في الجمعية نتاع العلماء المسلمين، وهذا الوعي ما جاش هكذاك، لأنه الناس كانت تدرس، كانت تقوم بحلقات، وكانت تنتنقل، وكانت تدير في تجمعات، وكانوا هما ينشروا في هذاك الوعي، بالإضافة إلى أنه الناس خرجوا للخارج وقراوا وتكونوا، وبدأ يتكون هذاك الوعي. فيما بعد هما قرروا على جال باش هما ينطلقوا في هذيك الثورة، وقعت فيها أخطاء لا شك في ذلك، كاين الناس اللي استشهدوا، كاين الناس اللي راحوا نتيجة نتاع تصفية نتاع حسابات. حنا درك الآن لما انت تشوف الشعارات هذه نتاع مدنية وليست عسكرية لم تأتي هكذا، لكن في المقابل ما لازمش حنا نحطوا هواري بومدين والقايد صالح في نفس الميزان. نو، بومدين كان في ظروف، ماشي هي الظروف اللي كان فيها قايد صالح. قايد صالح راهو كاين برلمان، راه كاين مجلس دستوري، راهو كاين مجلس امه، راهو كاين رئيس، حبيت ولا كرهت كانت رئاسه موجوده،
ووقع الذي وقع. لكن بومدين ما كانتش هذه المسائل. بومدين راها كانت شبه حكومة في تلك الفترة. يا سيدي هذه الحكومة المؤقتة اللي راكم تقولوا انتوما انقلبوا عليها. هي الحكومة المؤقتة اللي فيها أحمد بن بلة نائب الرئيس. ولا راني غلط؟ في بعضهم مش متفاهمين. مش من حكومة هذه. وحتى المفترض هو أنه هذاك المجلس الوطني للثورة هو اللي ينتخب الحكومة، ما كانش، كان بوصوف وكريم بالقاسم وبن طوبة كانوا هم اللي متحكمين. فيما بعد بومدين هو جاء صحتهم كامل، لأنه كلهم كانوا يحوسوا على الزعامات، نحاهم الصالي الحاج اللي كانوا يتهموا فيه بالزعامة، صاروا كلهم زعامة. جاء بومدين سحب بهم البساط كامل. هذه هي القضية. دوك حنا الآن حنا رانا أمام واقع في هذا الحراك، بحيث هو أنه هذا الحراك دوك راهو الآن استمر لمدة نتاع عام، وراكم شفتوا قادرين تقيموا في هذا الحراك. راهو تبون رئيس حبيته ولا كرهت؟ واش الشيء اللي أنت قدرت تحققه من خلال هذه المسيرات؟ وريلي شيء الممسوس اللي الناس والله الملموس، هاي وريلي اشياء اللي قدرت انت تحققها. هاو كريم طابو هاو في السجن، هاو فضيل بومالا هاو في السجن. كيف هذا انت تنحي رئيس وبومالا وطابو ما تقدرش تخرجهم؟ خدم ترى الخشخاش تاعك. هذا الحراك هو وسيله نتاع ضغط، وسيله نتاع ضغط. مليح هو انه راهو الشعب يتحاور مع بعضه البعض، ولكن فيما بعد القوه نتاع الجيش، قوه الاعلام، قوه المال، وهذه الاشياء اللي تحدثنا عليها باش نتحدثوا عليها هنا في 2020. عاود رجع 10 سنوات راه التسجيلات موجوده، وشوف شوف الشيء اللي كنا نقولوا فيه. تتربح في عداوات مع الجيش، تربح في عداوات مع الجيش، حاب تغير ما تقدرش تغير. الناس تمشي بتليكوموند، باش تقدر تغير لازم تكون داخل الجيش، ولازم تكون عندك القوة اللي تقدر انت فيها. فيما بعد انت لما انت تدير بيان والله تدير نداء الشعب يتحرك. انا شوفوا فيكم يا صاحبي دايرين حيحاية في القنوات الفضائية، يروحوا يتلاقوا في 4 من الناس. لماذا؟ لأنه ما عندك حتى قاعدة شعبية، ما عندك والو، كما هذاك البالون المنفوخ هذاك. الناس راح تتحرك في الميدان، لذلك هذه فرصة على جال باش احنا أسيدي نديرو تقييم، تقييم لهذا الحراك، كيفاش انطلق، واش هي الأخطاء اللي وقعت، وش هو الشيء اللي ما خلاش هذا الحراك يحقق الأهداف نتاعو. والناس تنظر للأمام دون إقصاء ودون تهميش، تحاور الناس مع بعضها. يا سيدي واش نقعدوا يا سيدي شهر وحنا متخبطين مع بعضنا، ونخرجوا بحاجة اللي فيما بعد هي تفيد؟ الناس مش قادرة حتى تجمع مع بعضها، تجمع مع بعضها مش قادرين، وقاعدين يديروا في مجموعات هكذا الناس اللي ماشينهم في الخط، وحابين هما يمانيبيليو الناس، يبعثوا ناس قال روح واش الحراك في العاصمة، يهدر واحد هكذا في كاش فيديو والله، ومن بعد قال يلا غدوة احنا نقترحوا الشعار الفلاني، يلا يهزوا 4 ولا 5 من الناس يحطهم ثم، وقال ها من الناس اللي راهم معاه. روح اقسم بالله العلي العظيم فيه بعض الناس لو يهبطوا من دون حرس ومن دون شرطة، والله العظيم غير الشعب يدحسهم بالأقدام في الجزائر، أقسم بالله غير تحت الأقدام. هاني نحلف لكم على المصحف الشريف. لماذا؟ لأنه هذ الناس غرباء، والكلام اللي راهم يقولوا فيه لا يلمس الواقع، ما يلمسش الواقع. ناس راها تعاني تحوس على مستشفيات، ناس راها تعاني تحوس على شكارة الحليب، ناس راها تعاني في كل المجالات، في التربية،
في التعليم، في الصحة، في كل المجالات، في النقل. تا جماعة دايرة واسمو إضراب في المطار، تهز انت فيديو ولا تهز انت صورة، حليت المشكل انت في المطار، حليت المشكل انت للمسافرين. كي انت تروح انت دوك انت تهضر ولا دير انت فيديو ولا تهضر انت يا في حليت المشكلة، ما حليتش المشكل. الناس اللي راهم ثم في المطار وراها كاين الناس اللي راها تحت يديها المسؤولية هي اللي فيما بعد بالتليفون قال عيط لي انا شركة تركية ولا شركة الفرنسية ولا ما على باليش انا شكون، نكري انا طائرات. ثم تحل المشاكل، تخرج للشارع انت راك انت تضغط، من حقك. انا ما رانيش ضدك، لكن الطريقة والكيفية انا ضدها. فهمت؟ انا باش يجي واحد انسان ما عنده حتى غرام فهمة في راسه ونجي نجعل منه انا هذا السيد راه هو يحل في مشاكل الناس او راه هو يضغط على النظام؟ ما يضغط والو. النظام لما تشوف واحد انت غير مسوه يبدا يعيط. ما ندخلش في التفاصيل، ما عندك والو، ما عندك حتى فوا، ما عندك حتى شيء. النظام اللي هو راه في يدو كلش، في يدو الشرطه، في يدو الدرك، في يدو المال، في يدو الاعلام، في يدو الجيش، في يدو كلش. مع تغيير النظام راني معك، لكن التغيير تاع النظام يكون اول شيء هو التغيير تاع الافكار، تغيير تاع الخطاب، تغيير تاع الاسلوب، تغيير تاع السلوك. كيفاش انت هذا تجي تطعن في هواري بومدين ومجمع لي انت مع بيدق وجعل منه انت يا رومبو؟ المواطن هذا اللي راه يشوف فيك راه يفكر يقول لك يا صاحبي انا هذا هواري بومدين رئيس تاع جيش التحرير صار خائن، وهذاك الخائن هذاك اللي راهو هذا كان وقت حب تحطوا لي انت يا راه تلعب العرب انت والفكر نتاعك راح يرحم باباك. وهلو ما جرى الشعب راه يشوف، راهو يراقب، راهو يتابع. انت لما تجيب لي اساتذه جامعيين، لما تجيب لي انت فلاسفه، لما تجيب لي انت مؤرخين، لما تجيب لي انت كوادر، تجيب لي دوك مثلا الناس اللي راها في النازا، وتجيب لي الناس انا راها في كذا، وقال هذا الناس عندك بديل احسن من هذا النظام، احسن من النظام. النظام راه فالس، النظام فاسد، نظام سراق، هذه الناس كل على بالها بها. لكن انت البديل اللي انت تطرحه لازم يكون احسن من الشيء اللي راهو داير النظام. تذكر هذا المواطن هذا اللي راك انت هم دايرينو يقصروا به كي حديدوان، هذا كاينين جماعه دايرين كيما حديدوان يقصروا بهم. لكن في الواقع هذا النظام يقبل لك، الشعب هذا اللي راهو في الجزائر يقبل لك، شعب راهو يقضي في المصالح نتاعو. فهمت؟ وجماعة قاعدة تقد عليه هذا ذركا روح قال واشي قال ما تسلكش التريسيتي وما تسلكش الغاز، اي اوكي، وانت الانترنت سلكه ولا ما تسلكاش، ولوبيتال تروح تداوي فيه ولا ما تروحش، والسميد تشريه ولا ما تشريه، والزيت تشريه ولا ما تشريهش. وقيل ديروا لهم الوسم نتاع الطاقة، ما تسلكش التريسيتي ودير تاع الطاقة، أما يجيبو لكم جماعة بالطاقة يبعثوها لكم يسكانيوها لكم ويبعثوها لكم في الانترنت. يا أخي تفكير يا أخي، ما عندكش أفكار واحدة أخرى اللي تقدر تضغط بها على النظام. شعب موش في يدك، شعب ماهوش في يدك، هذا أنت دير تجمع في قاعة مغلقة، قاعة فارغة. شعب موش في يدك، تحب تتأثر في الشعب أو الجامات هذيك والتعليقات في الفيسبوك ولا في اليوتيوب، الناس اللي يسبوك ولا يحبوك راه تسمى كيما يقولوا دي شونتيون هكذا. لكن الواقع حاجة واحدة أخرى، هاك تشوف أمام عينيك، شوف هذاك واش اسمه بن قرينة، هذا ما كانش يقول لكم باللي هو الرئيس الأول،
ما كانش يقول لكم الا جرت الانتخابات نزيها هو الرئيس، ما كانش يقول لكم وين راه ضرب، وين راه هذاك النوي هذاك، ما سمعتوش واش كان يهضر؟ او دار حزب سياسي وراه مجموعه اللي كانوا معاه، روحوا مشيو مع العلامه نتاعكم ومشيو مع الجهبذ نتاعكم ومشيو مع العالم الذره نتاعكم، مشيو معاه على خليتوه. اه والله تمشيو برك نتوع مصلحه، قال مصلحه موال نوصل ثم واعطيني يمشي معاه، الا كان راك تشوف فيه باللي هو راه هو اللي يستاهل هذاك المنصب وراه يستاهل هو هذه المرحله، كمل معاه مشي معاه، دخل معاه في الحزب نتاعو، روح غدوه للبرلمان وروح غدوه انت معاه للرئاسه، لما لا، فشلت اليوم غدوه زيد كمل معاه لعله، لا خلاو خرشي، خلاو بن قرينه، وخلاو ناس اخرين، جماعه نتاع بن فليس خلاو بن فليس، وجماعه نتاع بن العيد خلاو بن العيد، وخلاو الاخر والاخر والاخر. راكم شفتوا هذاك جنرال غديري هذاك واش داروا به؟ حي حايه، ومن بعد طلقوه دوك راهو في السجن، هو يتمرمد وحده. علاش؟ لانه هذا الناس نتوع مصالح، ما عندهمش مبادئ، نتوع مصالح، يقضي المصلحه نتاعو معك بالسلامه بالعافيه. هم كانوا معايا انا، تسلم ما تسمع له، تقول انت العربي بن مهدي هو معك. من بعد واحد راهو دخل في جمعيه، واحد دخل في حزب، واحد كذا، وهما علاه كاين منهم اللي حوس على فيزا، واحد يحوس على معرفه، واحد يحوس كش ما يجبد جماعه يشوفهم هكذا كيتكلموا مليح، والله يعرفوا كيفاش يخاطبوا الناس، والله يقول لك نجبدهم. انا شحال من واحد عيط لي ندخل ارواح ونديرك عضو قيادي معنا في الحزب نتاعنا، وارواح ونرشحوك وارواح ونديرك، والله نقول له انا روح شوف مكان واحد اخر، مانيش نحوس انا على هذه المسائل. اذا الاخوه والاخوات، باش ما نطولش عليكم اكتفي بهذا القدر. اليوم حبيت نتحدث على هذه المحطه التاريخيه. اذا هذا الحراك هو لم ينطلق من ذاته، وانما جاء نتيجه تاع تراكمات، بحيث هو انه كاين فيه نضال تاع سنوات، كاين فيه تضحيات، هذه التضحيات راها تعود الى ما قبل الثوره، وتضحيات هذه راها مازالها مستمره، ووقعت فيه اخطاء، وقعت في المقابل تراكمات سلبيه، هذه التراكمات السلبيه ادت الى احتقان، والاحتقان هذاك ادى الى الانفجار. حنا درك الان اذا كان حابين ننظروا للمستقبل، لازمنا نشوفوا الماضي ونشوفوا الحاضر نتاعنا ونشوفوا المستقبل، واش نقدروا نديروا في المستقبل. يا هل ترى المستقبل نصنعوه بالصراعات؟ يا هل ترى المستقبل نصنعوه بالنزاعات؟ يا هل ترى المستقبل نصنعوه بالتنازع على الحكم؟ يا هل ترى المستقبل هذا نصنعوه بالتباغض، بالتحاسد؟ يا هل ترى هذا المستقبل نصنعوه بالرؤوس الفارغة؟ يا هل ترى المستقبل نصنعوه بالرويبضة؟ يا هل ترى المستقبل هذا نصنعوه بالكفاءات، بالإطارات، بالأمخاخ، بالأفكار، باش نصنعوا هذا المستقبل هذا؟ إذن لابد لنا من مخطط، لابد لنا من برنامج، ونشوفوا واش هو الشيء اللي احنا نقصنا على جال باش احنا ضعفنا، واش هو الشيء اللي هو نقصنا حتى باش احنا بقات هذه الخلافات، وندرسوها. مشي تروح انت تجيب لي انت مؤتمر الصمام وتحطوا لي انت يا مرجع، حطوا لي من بين المراجع، قال جيب لي مؤتمر تاع القاهرة، علاش ما تهضرش عليه؟ مؤتمر تاع القاهرة اللي هو انه زادوا فيه مجموعة ونحاو بعض الصلاحيات، علاش ما تتكلمش عليه؟ خلاص، لماذا قاعد مركز لي في المؤتمر تاع الصمام، مع انه فيما بعد هذاك المؤتمر زاد ترتبت عليه اشياء؟ علاش ما تحدثليش على المؤتمر تاع طرابلس؟ تحدث لي على الانقلاب، قالها من قلبو على بن بلة، على يوسف بن خدة، علاش ما تقولش باللي يوسف بن خدة خرج من المؤتمر تاع طرابلس، مع انه اتفقوا وبالاجماع في المؤتمر تاع طرابلس؟ ويجيو ناس يلصقوا لك المساله تاع التعريب في بومدين، مع انه المؤتمر تاع طرابلس هو اللي تحدث على التعريب، هو اللي تحدث على الثوره الزراعيه،
روحوا قراوا المؤتمر تاع طرابلس، ناس لا تقرا ولا طالع، ويجيو هما يلا يصنعوا لك من روي بيضاء يقلبوه لك زعيم، ومن زعيم زعيم اللي كان هو لما يوقف الأمم المتحدة الرؤساء تنوض، يجيو يصنعوك منه خائن. ما تحشموش، ما تستحيوش، أغلبكم مقرا في المدارس الجزائرية. وين كانت المدارس الجزائرية؟ فرنسا خرجت، خلت الجزائر، خلتها صحراء. شكون اللي دار المدارس؟ شكون اللي دار الجامعات؟ شكون اللي دار المصانع؟ شكون اللي دار المؤسسات؟ شكون اللي بنى الجيش؟ ما تحشموش، ما تحشموش على أصلكم، فهمتوا؟ ما تحشموش على أصلكم. توم ينتظر منكم الخير. هذا الإنسان اللي في القبر، في القبر ما طلقتوهش، داير لكم لافوبي، داير لكم. ولا الإنسان اللي يذكر اسم هواري بومديني يحكمهم الجرب، في قبره، في قبره ما طلقوهش. وجاعلين من الناس واحد يلا دير لك شيء نحيوني ما عارف كيفاش يسموها، روحوا كاع زعيم. الانسان اللي دخل السلاح ودار جيش ودار مؤسسات صار خائن، هو هذاك زعيم. هذو تنتظر منهم الخير، هذو يبنيوا البلاد. هذا هو، اكتفي بهذا القدر ان شاء الله. ان شاء الله نزيد نعاود ندير مداخلات واحدة اخرى، نتحدث على الحراك الحاضر، ونتحدث ان شاء الله في المستقبل. كل الاخوه اللي ان شاء الله راهم يتابعوا فينا، نتمنوا على جال باش تخدموا العقول نتاعكم فقط. يا خويا خدم عقلك، خدم عقلك قبل ما تتخذ موقف. فكر 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 براسك، خلي العاطفه نتاعك دحسها. راه كاين بعض الكلام اللي الان راهو يبان لك هو كلام مر، والله يجي النهار تسمعو تبكي. وهذاك الانسان اللي راهو يضحك فيك، هذاك الانسان اللي راهو درك هو تعتقد فيه من انه راهو يعارض في النظام، والله يجي النهار والله تشبع على روحك ضحك. يقول خا هذاك كان يضحك عليا، هذاك كان يدير لي كذا، كنت نحسبو راهو كذا وراهو كذا، هو راهو كان يضحك عليك. ناس راه تاجر بسمايكم، راه تصنع في 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 مشاريع على ظهوركم، راه تجيب في الدراهم على ظهوركم، وانت تمشي معاه اعتقادا منك انت، من انك انت راك تدافع في البلاد. انا نتحدث لك من منطلق تجربه. عندي 30 سنة نضال، 30 سنة نضال، لا أنتمي حاليا إلى أي حزب سياسي، تحدث في إطار مستقل. مشي كاين بعض من الناس لما يجي يدير تسجيل في الفيسبوك لازم يشاور القيادة نتاعو، لما يجي يتحدث في موضوع لازم يشاور القيادة نتاعو. أنا ما كانش اللي يحكم فيا، ما كانش اللي حاسبني. الناس راها عندهم أجندات راح تحرك فيهم، وبالتالي الإخوة والأخوات ما لازمكمش هذا الناس يغروكم، وما لازمش هذا الناس يخدعوكم. هذا أنت اللي راهم كانوا مجاهدين، والناس اللي هما فناو العمر تاعهم وعند يخدم لك راهو طريق سيار، طريق سيار فيه آلاف الكيلومترات، تقول لي فيه نقائص نقول لك إيه عندك الحق، تقول لي سرقوا فيه نقول لك ايه عندك الحق، تنتقدوا عندك الحق. وانت هاد الطريق السيار لازم تكون فيه، قال ما على باليش انا بومبون تاع ايسونس ولا ريستورون ولا ذيك ولا ذيك، عندك الحق، عندك الف حق. بصح يا ودير لك طريق سيار، هذاك واش دير لك؟ واش دير لك؟ فكر فكر، قدم راسك. هذاك واش دير لك؟ قاعد ياكل في اللوبيا ويجي يضرط عليك، وانت تحسب فيه باللي راهو زعيم كبير. واحد يسرق فوتو ويديرها ديرها بالفوتوشوب، والله يبعثوا له فوتو من اجل التصفيه نتاع حساب والله، والناس راها تمشي معاه، الرؤوس نتاعهم فارغه. وهذاك الطريق هذا هو الوسم نتاع
اللي رانا فيه درك انت اخر الزمان، طريق حقيقيه ماكش تشوف فيها، تشوف فيه فوتو لعب لك عليها. هذه انت الدجل اللي راك تشوف فيه، طريق اعماك ربي البصيره نتاعك، جامعه اي حاجه كاينه نقائص راني معك، وتحتج راني معك، انا نساندك ومن حقك، بصح افطن او نحي الزطله هذيك من راسك، نحيها افطن راهم مدينك للواد، وبيك انت راهم رايحين يزيدوا يديو البلاد للواد، افطن. كيفاش انت تجعل من قاده شاركوا في الثورة؟ أمير عبد القادر أخطأ معك، مصالي أخطأ معك، بومدين أخطأ معك، ولكن على الأقل راهم حروا البلاد، حروها سيدي عسكريا، كون أنت بالفكر نتاعك أنت حررها ثقافيا، حررها فكريا، صناعيا، حررها من كل النواحي، أخدم، تمشي لي أنت مع إنسان مثقف، إنسان مفكر، إنسان أديب، إنسان كاتب، إنسان كذا، تمشي معاه وقال راهو يحمل أفكار وراك أنت معاه، والله ما بروك عليك أخويا، ربي يعاونك، بصح ما تروحش تمشي مع أنت واحد راسه فارغ، لا يستطيع تكوين عبارة، راسه حابس، وتجعل منه أنت، ربي يسترنا. المهم اكتفي بهذا القدر، ان شاء الله نلتقي في تسجيلات اخرى. الى ذلك من حين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.